بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، الدرس 59. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأشار، وفي رواية وأهوى، النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام على أول هذا الحديث، وفيه بيان موقف المسلم من الحلال والحرام والمشتبه. أما الحلال فإنه يأخذه، الحلال البين يأخذه، والحرام البين تجنبه من باب الوجوب، يجب عليه أن يترك الحرام، والحلال البين هو بالخيار، إن شاء يأخذ وإن شاء يترك، لكن الحرام يتجنبه. قوله صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما المشتبه وهو الذي لم يتبين حله أو حرمته نظرا، لأن الإنسان لا يدري، لأنه يجهل هذا الأمر، أو لأن الأدلة فيه مختلفة فيحتاج إلى أهل العلم لينظروا في هذه الأدلة، فموقف المسلم أنه يتوقف عن هذا المشتبه حتى يتبين أمره، إما أنه من الحلال أو من الحرام. وبين صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الناس لا يعلمون حكم المشتبه، ومفهومه أن القليل من الناس وهم العلماء الذين يحسنون تنظيم الأدلة والجمع بينها يعرفون هذا، فيجب سؤالهم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا بالراعي يرعى حول الحمى، مثلا للذي يأخذ المشتبهات بالراعي الذي يرعى حول الحمى، الذي حماه ولي الأمر أو حماه ذو سلطة عن الناس لا يرعون فيه، فيأتي راع فيرعى حوله ولا يملك الغنم أن تتفلت وترعى في الحمى، فيقع تحت طائلة العقوبة من صاحب الحمى، وهو الذي سبب على نفسه ذلك. لو ابتعد عن الحمى لسلم. هذا مثال محسوس ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. حمى الله محارمه، فالإنسان لا يقع حول حمى الله خشية أن يقع فيه، ولهذا قال الله جل وعلا: تلك حدود الله فلا تقربوها. حدود الله يعني محارم، محارم الله، فلا تقربوها. لم يقل لا تأتوها، بل قال لا تقربوها، هذا أبلغ في النهي، لأن قرب منها وسيلة إلى الدخول فيها، والشرع جاء بسد الوسائل التي تفضي إلى ما لا يجوز. حمى الله الذي حماه وحرمه، محارمه التي حرمها على الناس لمصالحهم، ولم يحرم شيئا من أجل تعذيبهم،
أو التضييق عليهم، وإنما حرم أشياء تضرهم فمنعهم منها رحمة بهم، لأنهم لو أتوها لضرتهم. من رحمة الله بهم أنه حرمها عليهم، فالمسلم يبتعد عن محارم الله باتخاذ الوسائل الواقية. ولهذا مثلا المرأة حرم سفرها وحدها، لأن هذا وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه، أمرت بالحجاب دفعا للفتنة، نهيت عن الخلوة مع الرجل الذي لا تحل له، يعني هذا وسيلة إلى الفتنة، الاختلاط منعت منه لأن هذا وسيلة، فهذا من باب الحماية للمحارم، كل هذه الأمور باب الحماية للمحارم، فالحماية مطلوبة والابتعاد عنها مطلوب، فلا يحوم الإنسان حولها خشية أن يقع فيها، ولا يزكي نفسه ويقول أنا عالم وأنا أدري وأعرف، لا يزكي نفسه، إن نفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن في الجسد مضغة، إذا صلحت هذه المضغة وهي القطعة من اللحم صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ما هي؟ قال هي ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. ما المناسبة في مجيء ذكر القلب في آخر هذا الحديث؟ لا والله أعلم، لأن الحرام يؤثر على القلب، إذا أكل الحرام أو تغذى به أو واقع الشبهات فإن هذا يؤثر على قلبه، يفسد قلبه وبالتالي يفسد بدنه كله. ما معنى الفساد هنا؟ هل معناه أن القلب يفسد يعني ما يصلح للبقاء، يعتل، يحتاج إلى عملية، أو يموت صاحبه؟ لا، ما هو هذا هو القصد، هذا يسمى المرض العضوي، لكن المرض المعنوي أشد، وهو أن القلب يتأثر ويقسو ويعمى ويختم عليه بسبب الذنوب، سبب الذنوب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالمسلم يحمي قلبه من تعاطي المحرمات لأنها تفسد قلبه، وإذا فسد قلبه فسد بدنه، فصار يمشي للحرام ويأخذ الحرام وينظر إلى الحرام، تكلم بالحرام، أعضاء تابعة للقلب، إذا فسد القلب فسدت الأعضاء وانطلقت في الحرام، فالملك فالقلب هو ملك البدن، وإذا فسد الملك فسدت الرعية، فإذا صلح الملك صلحت الرعية، فالقلب هو ملك الأعضاء. ولهذا جاء في الحديث إنه ما من يوم يطلع صباحه إلا والأعضاء تكفر القلب، تكفره يعني تعظه وتذكره، فتقول اتق الله إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فالإنسان يعتني بقلبه فيترك المحرمات القولية والفعلية والمطاعم والمشارب المحرمة، لأنها تفسد عليه قلبه وبالتالي يفسد بدنه تبعا للقلب. ولهذا قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالطيبات تؤثر على القلب صلاحا واستقامة، وتغذيه تغذية طيبة،
والمباحات، والمحرمات تغذيه تغذية خبيثة، المحرمات تغذي القلب تغذية خبيثة، والمباحات والطيبات تغذي القلب تغذية طيبة. فعلى المسلم أن يتذكر هذا، ولا تخدعه المطامع، وأنك ستثري بيومين وتصير صاحب ثروة، وهذه مكاسب عظيمة لا تفوتك. عليه أن يفكر في هذه المكاسب وهذه التصرفات، هل هي شرعية ولا غير شرعية؟ إن كانت شرعية فلا مانع، أما إن كانت غير شرعية أو ما يدري عنها فهو يتركها، ولا يحمله الطمع على المغامرة في الكسب دون أن يعرف هل هو من الحلال أو من الحرام أو من المشتبه. الإنسان في عافية فلا يقحم نفسه في شيء لا يستطيع التخلص منه في المستقبل. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذها فقبله. نعم. هذا الحديث فيه أن الأرنب أنها حلال، فمناسبة ذكره في باب الأطعمة لأنه يدل على أن الأرنب من الصيد وأنها حلال، أنها حلال. هذا وجه سياق الحديث في هذا الباب. وقوله لغبوا يعني تعبوا، واللغوب هو التعب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب، بل ذلك يسير على الله جل وعلا. وما مسنا من لغوب، في هذا رد على اليهود الذين يقولون إن الله تعب من خلق السماوات والأرض فاستراح يوم السبت، استراح يوم السبت، لأن يوم السبت ما في خلق، الخلق بدأ يوم الأحد وانتهى بيوم الجمعة، يوم الجمعة تكامل الخلق، يوم السبت ما فيه خلق. اليهود قالوا إن الله اتخذه عطلة استراح فيه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا من جملة تجرؤهم على الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن اللغوب هو التعب، ولغبوا يعني تعبوا في طلب الأرنب، فأدركها الراوي فصادها حية، ثم ذهب بها إلى غيره من الصحابة فذبحها. هذا به دليل على أن الصيد لا يحل إذا أدرك وهو حي، لا يحل إلا بالذكاة. أما إذا مات بالإصطياد، مات بالإصطياد وذكر اسم الله عليه حين إرسال السهم أو الجارحة فإنه يحل، لأن ذكاته صيده إذا مات بسبب الإصابة، إصابة السهم أو الجارحة من طير أو كلب، كلب صيد. أما إذا أدركه وفيه حياة إنه لا يحل إلا بذبحه. والدليل هذه الأرنب التي أمسكوها فذبحوها، وفيه دليل على مشروعية الهدية، فيه أن الأرنب حلال، وفيه دليل على أنه الصيد لا يحل إذا أمسك وهو حي إلا بالذكاة، وفيه الاستنابة في الذكاة، وفيه مشروعية الهدية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا، قال إن الهدية تسل السخيمة، والهدية تسل السخيمة، يعني ما في القلوب من تهاجر. ونعم. قال: وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، وأنها مما أحل الله له، خلاف الزكاة إنها لا تحل له عليه الصلاة والسلام ولا لأهل بيته. وأما الهدية فإنها
تحل للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وفي رواية: ونحن في المدينة. نعم، هذا أيضا فيه أن الخيل حلال، أنه يحل أكلها، لأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، أي رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنهم أهدوا لبيت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أسماء أخت عائشة، أسماء أخت عائشة، فأهدت إليهم. الشاهد من الحديث أن فيه دليلا على حل لحوم الخيل. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية وأذن بلحوم الخيل، دل هذا على أن لحوم الخيل مباحة، لأنها كما في هذا الحديث أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، أقرهم على أكلها. وفيه دليل على أن الخيل تنحر مثل الإبل، يعني تذبح مع النحر، خلاف البقر والغنم والطيور فإنها تذبح في الحلق. ومن العلماء من ذهب إلى تحريم لحوم الخيل كالمالكية، ومستدلين بأن الله لما ذكر الخيل والحمير والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، فكما أن الحمير والبغال لا تحل فكذلك الخيل، لأنها ذكرت معها. ولكن هذه يقال أنها دلالة اقتران، دلالة الاقتران عند الأصوليين ضعيفة، لا سيما وقد جاء ما يدل على الفرق بين الخيل وبين الحمير والبغال، وهو هذا الحديث وأمثاله. فالصحيح وهو مذهب الحنابلة وغيرهم أنه لا بأس بأكل لحوم الخيل وأنها من الطيبات. وفي قوله: وكان ذلك بالمدينة، رد على من يزعم أن هذا الحديث منسوخ، لأن كونه في المدينة دليل على أنه متأخر وأنه ليس بمنسوخ. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. نعم، الحمر على قسمين: حمر أهلية يعني متأهلة تعيش مع الناس وتركب ويحمل عليها، وحمر متوحشة، حمر الوحش، وهي ما يسمى بالوضيحي، وشكل شكل الحمار، يعني إلا أنه يختلف بعض الشيء، وإلا شكله تركيبه مثل الحمار، حمار وحش. حمار الوحش حلال، وهو ما لا يعيش إلا في البر ويتوحش من الناس ويهرب. أما الحمر الأهلية فهذه تعيش مع الناس ومتأهلة، فهذه حرام. والعلة في ذلك أنها رجس، يعني نجسة، في الحديث: فإنها رجس، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، قال: إنها رجس، يعني نجسة، فدل على تحريم كل نجس. ولذلك قال العلماء: يحل كل طاهر لا مضرة فيه، كل طاهر لا مضرة فيه فهو حلال، هذه قاعدة، يخرج بالطاهر النجس إنه حرام، كلحوم الحمر، لحوم الحمر الأهلية، وسائر النجاسات حرام لا يجوز أكلها، الدم، لحم الخنزير، الميتة، كلها رجس ونجسة لا يحل أكلها، كل نجس فإنه لا يحل. وكل ما هو مضر، طاهر لكنه مضر، وذلك كالسم والدخان والقات
وأشد من ذلك الخمر، وأشد من ذلك الحشيش والمخدرات، هذه مضرة وقاتلة فلا تحل، هي حرام. في هذا الحديث تحريم لحوم الحمر الأهلية لأنها نجسة رجس، وفيه إباحة لحوم الحمر الوحشية لأنها ليست برجس بل لحمها طيب، وفيه إباحة لحوم الخيل. ثلاث مسائل. كانوا في حصار خيبر، أصاب الصحابة مجاعة لأنه طال الحصار ونفدت أزوادهم، فذبحوا الحمر الأهلية وجعلوا يأكلونها، فالنبي صلى الله عليه وسلم حلم بذلك فأمر بإكفاء القدور وهي تغلي بلحوم الحمر، أمر بها فأكفئت وأهدرت وقال إنها رجس ولا تحل. نعم. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور، وربما قال: ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا. نعم، هذا كالذي قبله، فيه أن الحمر الأهلية أنها حرام وأنها رجس، وأنهم كانوا يأكلونها في الأول ثم حرمت إلى يوم القيامة، فهي لا تحل نص هذه الأحاديث. هذا وجه إرادها في كتاب الأطعمة، لأن اللحوم من الأطعمة، الأطعمة فيها حلال وفيها حرام، ومنها لحوم الحمر الأهلية فهي حرام. نعم. وفيه إنكار المنكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها فأكفئت القدور، فيها أن الحرام يهدر ولا يتمول، حرام يهدر ولا يباع ولا يشترى ولا يتمول لأنه خبيث. نعم. وعن أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. كذلك كل هذه الأحاديث تدل على تحريم لحوم الحمر الأهلية فرقا بينها وبين الحمر الوحشية. نعم. وحرم، قال حرم في لفظ النهى وفي لفظ حرم، فدل على تأكد تحريمها، وأن النهي ليس للتنزيه، النهي ليس لكراهة التنزيه، بدليل أنه قال حرم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محلوذ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقلت: تأكله هو ضب، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يأكل، فقلت: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. المحلوذ المشوي بالرضيف، وهي الحجارة المحماة. نعم. وهذا الحديث فيه إباحة أكل لحم الضب، وأنه من الصيد المباح لأنه من الطيبات، ويتغذى بالأعشاب والأشياء الطيبة، ولا يأكل القاذورات والأنجاس، فهو طيب، غذاؤه طيب، فهو حلال. دخل النبي صلى الله عليه وسلم هو وخالد بن الوليد رضي الله عنه على بيت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالة لخالد بن الوليد، هي خالة لخالد بن الوليد، أخت أمه،
وخالة لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقدموا ضبا محنوذا يعني مشويا، الحنيذ جاء بعجل حنيذ يعني مشوي على الحجارة، الرضف يعني الحجارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهوى ليأكل منه، فلما أخبروه أنه ضب توقف عنه، فسأله خالد رضي الله عنه هل هو حرام؟ قال لا، لكنه ليس بأرض قومي، يعني ليس بأرض الحجاز، أرض الحجاز ما تجد فيها الضب، ما يعيش فيها، إنما يعيش في البراري كبلاد نجد وبلاد التي بعيدة عن أرض الحجاز. قال فأجدني أعافه، يعني معافة نفسية ما هي معافة تشريعية، ليست معافة تشريعية، فالرسول لم يعفه لأنه حرام، وإنما عافه من باب العادات، أنه يعافه لأنه لا يؤكل بأرض قوم. الناس إذا ما اعتادوا الشيء لا يجرؤون على أكله، مثل الجراد كثير من الناس ما يأكله، أنه من الطيبات وأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي غزونا 7 غزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل الجراد، مع ذلك بعض الناس لا يأكله لأنه ما ألف ذلك، فتعافه نفسه من باب العادة لا من باب التشريع. فما كل شيء تعافه النفس يكون حراما، ما كل شيء تعافه النفس يكون حراما، ليس هذا هو المقياس الحلال والحرام، وما كل شيء ترغبه النفس يكون حلالا، فالنفس ليست مقياسا لا للحلال ولا للحرام، وإنما المدار في الحلال والحرام على الأدلة الشرعية. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بحرام، وبين السبب في امتناعه من أكله صلى الله عليه وسلم، أخذه خالد فأكله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، أقره على ذلك وقال إنه ليس بحرام، فهذا دليل على أن الضب أنه من المباحات، وإن كان بعض الناس لا يعتاد أكله ولا يأله أكله. نعم. وعن عبد الله بن أوفى، وعن عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. نعم، وهذا في دليل على إباحة الجراد، على إباحة الجراد، لأن الصحابة أكلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك مرة واحدة بل في 7 غزوات، والجراد من الطيبات لأنه يتغذى بالطيب، يأكل من الأعشاب والأشياء الطاهرة فهو حلال، لذلك أورده المصنف في باب الأطعمة لأنه من الأطعمة المباحة. وفيه ما كان عليه الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال، أنهم كانوا يأكلون الجراد من قلة الزاد معهم، أحيانا يأكلون ورق الشجر ليس معهم شيء، ففيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أن الدنيا لم تبسط عليهم في أول الأمر، وأنهم كانوا في ضيق من المعيشة ويصبرون على ذلك، مع أنهم أفضل الخلق على الإطلاق. نعم. وعن زهدم بن مضرب الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج. نعم. وعن زهدم بن مضرب الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له هلم فتلك، فقال له هلم فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. نعم. وهذا الحديث
فيه دليل على إباحة لحوم الدجاج، لحوم الدجاج، وأنها من الطيبات. فإن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، ميمون بن قيس الصحابي الجليل، قدم الطعام وعليه لحم الدجاج، عليه لحم الدجاج. فدخل عليهم رجل من تيم الله، اسم قبيلة، فتلكأ الرجل من أكله، فدعاه أبو موسى الأشعري فأمره بالأكل منه لأنه حلال، وبين له أنه حلال، فدل هذا على إباحة لحوم الدجاج. وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، مجمع عليه بين أهل العلم، لم يخالف فيه أحد. لكن ربما أن هذا الرجل لم يألف أكله، وهذا موجود إلى الآن، بعض الأعراب وبعض البادية يأنف من أكل الدجاج، وإذا قدم له دجاج يغضب ويزعم أن هذا ما هو بقدر له، لازم يقدم له، ولا أيضا يقبل لحم، يجاب له لحم، لازم يقدم له ذبيحة، ذبيحة مذبوحة من أجله. فالحاصل أن الناس، يعني عادات الناس ما هي بحجة، عادات الناس ما هي بحجة، وإنما المدار على الأدلة الشرعية. وكما سبق لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين. والأصل في الأطعمة الحل، الأصل في الأطعمة الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه، لأن الله قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال: وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهو مخلوق لمصالح العباد، فالأصل الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه ودخل تحت القاعدة، إما أنه نجس والأدلة دلت على تحريم النجس، أو أنه مضر والأدلة دلت على تحريم المضر. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا ضرر ولا ضرار، لا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. هذه هي القاعدة، أن الأصل الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه أو دخل تحت القاعدة، بأن كان نجسا أو كان مضرا فإنه حرام. والدجاج من الطيبات، وأكثر ما أكل الناس اليوم الدجاج، إلا أن الله جل وعلا في هذه الأيام انتقم من الناس، فظهر فيه ما يسمونه بهذا المرض، عقوبة للناس، فامتنعوا منه، وصار فيه شكوك وخوف، صاروا يخافون الآن من الدجاج، يخافون من الدجاج، فهذه عقوبة من الله جل وعلا. وكذلك الدجاج الآن، يعني حول ذبحه شبهات، لأنه الدجاج المستورد حام حوله شبهات في كيفية ذكاته، فإنهم يذبحونه بطرق غير شرعية، الذين يصدرون لحوم الدجاج يذبحونه بطرق غير شرعية، كالماء الحار أو الصعق الكهربائي، فيموت من غير ذكاة، لأنهم لا يقدرون على ذبح الكميات الهائلة إلا بهذه الطريقة، يصعقونه فيموت جميعا، أو يدخلونه في ماء حار فيموت جميعا. فإذا صح هذا فإنه حرام، لأنه بغير طريقة شرعية، وإذا لم يصح فإنه يكون من المشتبهات، فالمسلم يتجنبه ويأكل من الدجاج المذبوح على الطريقة الشرعية في البلاد. والحمد لله الدجاج الآن صار فيه مزارع وإنتاج للدواجن بكميات قد تكفي حاجة المملكة أو تقارب الكفاية، فالمسلم يأكل مما لا شك فيه ويتجنب ما هو مشكوك فيه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها
أو يلعقها. نعم، هذا فيه آداب الطعام، آداب أكل الطعام، وهو أن الإنسان لا يهدر الطعام، حتى الذي يعلق في يده من الطعام لا يهدره ويمسحه بالمنديل أو يغسله بالغسالة، بل يلعق يده، يلعقها بلسانه بحيث لا يبقى عليها طعام، ثم يمسحها بالمنديل بعد ذلك أو يغسلها بالغسالة إذا لم يبقى إلا دهونات أو أشياء عالقة باليد ولا يحصل منها، يتحصل منها شيء ما يتحصل، وإنما هي آثار طعام، لا بأس أن يمسحها أو أن يغسلها بالغسالة. أما إذا كان على يده طعام فإنه لا يجوز له أن يهدره أو يغسله بالغسالة ويذهب مع النجاسات أو يمسحه بالمنديل ويهدر، هذا فيه احترام الطعام وعدم إهدار شيء منه. فأين الذين يعملون الولائم الضخمة ولا يوكل منها إلا اليسير والباقي يهدر ويوضع في المزابل أو في مقام البلدية؟ هذا إسراف وتبذير وإهدار للنعمة، ويخاف على الناس من العقوبة، لأن النعم إذا لم تشكر فإنها تسلب. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فبهذا الحديث أنه لا تهدر النعم، حتى الذي يعلق بالأصابع أو بالإناء لا يهدره، أو بالقدر لا يهدره الإنسان، بل إنه ينتفع به أو يأخذه ويضعه في مكان ينتفع به، إما الحيوانات وإما الطير يضعه في مكان طاهر تنتفع به الحشرات والطيور والحيوانات، ولا يهدره أو يصرفه مع الصرف المجاري، فيجب التنبه لهذا، أو يضعه في القمامات مع الأوساخ ومع القمامات، فالنعمة لها قدر ولها قيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصيد. نعم، الصيد مصدر صاد يصيد صيدا، والمراد به هنا المصيد، فهو من إطلاق المصدر على الذات، الصيد معناه المصيد، والصيد هو نوع، أحد نوعي اللحوم، اللحوم إما أن تكون مذكاة وهي المقدور عليها فلا بد من تذكيتها، وإما أن تكون غير مقدور عليها فذكاتها باصطيادها، ذكاتها باصطيادها. وكذلك الحيوان الأهلي كالبعير إذا ند، يعني شرد أو وقع في بئر ولم يتمكن من ذكاته، فحكمه حكم الصيد، يعقر في أي مكان من بدنه، فهذه ذكاته، الصيد يعقر في أي مكان من بدنه وهذه ذكاته إذا مات بذلك، أو جرحه الجارح ومات، فإنه اصطياده ذكاته يحل بذلك. قال تعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، يعني عند إرسال الجارح وهو الطير أو الكلب، أو إرسال السهم، إرسال السهم من الرمية يسمي عند ذلك، فإذا أصابه وقتله فهو حلال، بشرط أن يكون الجارح الكلب معلما، الكلب يكون معلما على الصيد ومدربا على الصيد، ويصيد لصاحبه ولا يصيد لنفسه،
هذا التدريب، التدريب أنه إذا أمسك لا يأكل لأنه مدرب، فهذا يحل كل مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. هذا هو الصيد، من أجل أنه لا يقدر عليه يباح أكله بالاصطياد، فذكاته بالاصطياد بإصابته في أي موضع من بدنه. ويشترط له شروط سيأتي بيانها إن شاء الله في هذا الباب. نعم. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وفي أرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. نعم. هذا أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه، جرثوم بن ناشر خشني، كان بأرض الشام وهي أرض صيد، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة. قال: إن بأرض قوم أهل الكتاب، يعني النصارى، فأفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها. آنية الكفار على قسمين: قسم الأول الذي لا يشاهد فيه نجاسة ولا يشاهدون وهم يطبخون فيه الخنزير أو النجاسة، الأصل فيه الطهارة، نحن لا نستورد منهم الأواني، هم يصنعونها ونستوردها ونستعملها، ما في بأس، الأصل الإباحة في هذا. هذا القسم الأول. أما القسم الثاني وهو الذي يستعملونه في النجاسات، يطبخون فيه الخنزير أو يشربون فيه الخمر، فهذا تجنبه، إلا ألا تجد غيره فاغسله وأزل ما فيه من آثار النجاسة ثم استعمله. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه الانتفاع بأموال الكفار، استعارتها منهم أو شراءها منهم أو الاستيلاء عليها في الغنيمة، أننا نستعملها ولا نهدرها. ثم سأله عن أنه يصيد، أنه بأرض صيد، يصيد بقوسه، يصيد بسهمه، يصيد بسهمه ويصيد بكلبه المعلم وكلبه غير المعلم. المعلم المراد به المدرب، المدرب على الصيد، فإن الكلب يقبل التعليم، يدرب ويتدرب على هذا ويقبل التعليم بسرعة، فإذا دربه على الصيد فإنه يأكل مما صاده له، ومات بالصيد، مات بالاصطياد يأكل منه، بشرط أن يذكر، يعني بشرطين: الشرط الأول أن يذكر اسم الله عند إرسال الجارحة، والشرط الثاني أن يكون الجارحة معلمة، يعني مدربة على الصيد، فإذا صادت ومات الصيد معها أو بسبب صدمتها له أو عضتها له فإنه حلال، إنه حلال. فكلوا مما أمسكنا عليكم، في قوله عليكم يعني من أجلكم، دل على أنه لو صاد لنفسه ليأكله هو لا يحل، أنه لم يصد لنا وإنما صاد لنفسه كما يأتي: مما أمسكنا عليكم، بهذا الشرط. وهذا من بسبب التعليم، كونه يصيد لصاحبه بسبب التعليم والتدريب، هذا في الجارحة. وكذلك الطير، الصقور والصقر والشاهين والبازي
الجوارح من الطير أيضا يصاد بها، فإذا صادت ومات الصيد بضربتها له بمخلبها فإنها تحل، الصيد يحل بشرط أن يذكر اسم الله عند إرسال الجارحة. عندما يطلق الطير يشوف الصيد يطلق الطير عليه، الصيد يضرب الطير يضرب الصيد فيقتله، يصير حلال لصاحبه، والطير ما يعلم ما يقبل التعليم، إنما هذا في الكلاب مكلبين يعني متخذين للكلاب، التعليم إنما هو للكلاب، أما الطير فهو لا يقبل التعليم، لكن الله ألهمه أنه يصيد لصاحبه من الإلهام. فهذا إذا ذكر اسم الله عليه عند الإرسال فإنه يأكل، يأكل من فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. أما إذا كان الكلب غير معلم يعني غير مدرب فإنه لا يحل ما صاده إلا إن أدركه وهو حي فإنه يذكيه ويأكله، أما إن أدركه وهو ميت وصائده غير معلم فهو حرام. نعم. قال: وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك كلبك المعلم، المعلم هذا شرط، والشرط الثاني ذكرت اسم الله عليه، متى؟ عند الإرسال. نعم. وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل، أي فأما إذا أدركته ميتا فإنه لا يحل لأنه لم يتوفر فيه الشرط وهو التعليم. نعم. وعن همام بن الحارث يكفي صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما هو الراجح في مسألة ما قتله الجارح المعلم بعد التسمية؟ هل هو الإباحة على الإطلاق لعموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، أم يشترط فيه أن ينهر الدم كما في حديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل؟ يكفي الذبيحة يا أخي، ما هو في الصيد، يكفي الذبيحة، يشترط في الآلة أن تنهر الدم لا تكون مثقلة، أما الصيد فلا يشترط فيه إنهار الدم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما هي شروط الجارح المعلم؟ هل هي راجعة إلى العرف أم أن هناك شروط محددة؟ المعلم هو الذي إذا أرسله استرسل، يعني فيه ثلاثة شروط: الشرط الأول أنه إذا أرسله استرسل، الشرط الثاني إذا زجره وقف، إذا زجره عن العدو وقف، الشرط الثالث إذا أمسك لم يأكل، فإذا توفرت هذه الشروط فيه فهو معلم. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما حكم أكل اللحوم في الدول الغربية التي تدين بالنصرانية؟ لا بأس بذبائح اليهود والنصارى، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعامهم هو ذبائحهم أي حلال بالإجماع، ولكن إذا عرف أنهم لا يذبحون على الطريقة الشرعية فلا تحل، مثل المسلم، المسلم لو ذبح على غير الطريقة الشرعية لا تحل ذبيحته، فكيف بالكافر؟ نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: تقدم معنا أن الحرام يهدر ولا يباع ولا يشترى ولا يتموه، والسؤال: ما معنى يتموه؟ اتخذ مالا، تمول يتخذ مالا، يباع ويشرى ويستعمل. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل يفهم من كون لحم الحمر الأهلية كان مباحا أنه كان قبل تحريمه طاهرا فلما حرم صار نجسا؟ كم تعلمون أن التحريم بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه حكمه حكم ما كان قبل التشريع، ما كان قبل التشريع لا يؤاخذ عليه لأنه لم يأتهم دليل على منعه، فيكون باق على الأصل، فإذا جاء الدليل والمنع يمتنعون. نعم.
هم باقون على الأصل أنه لا مانع من أكل لحوم الحمر الأهلية، باقين على الأصل. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل الحمار عندما حرم أكله يحرم؟ يقول: هل الحمار عندما حرم أكله يحرم ثمنه وبيعه لأنه نجس؟ لا إله إلا الله، كلامنا في الأكل، أكل لحم فقط، أما بيعه وشراءه هذا بالإجماع جائز، وكانوا يبيعون الحمير ويشرونها من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول كان يركب الحمار. معاذ يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، لا بأس بالركوب والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. مسألة الركوب والاستعمال لا بأس بها، ولا بأس ببيعها وشرائها لهذه الأمور، إنما المحرم أكلها فقط. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: في قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، هل يشمل خنزير البحر وكلب البحر؟ كل ما لا يعيش إلا في البحر فهو من صيد البحر، لأنه لا دليل على الاستثناءات. هم قالوا أن التمساح والحية أنها لا تؤكل، لكن ما في دليل على هذا. الله جل وعلا عمم فقال: أحل لكم صيد البحر، وصيده ما لا يعيش إلا فيه. أما التمساح إنه يعيش في البر والبحر فيغلب عليه جانب الحظر، أما ما لا يعيش إلا في البحر فهذا حلال. نعم، دون استثناء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: كيف يجمع بين قاعدة الأصل في اللحوم التحريم وقاعدة الأصل في الأطعمة الحل؟ ما هو بالأصل في اللحوم، الأصل في الذبائح، الذبائح التحريم إلا إذا ذكيت على طريقة شرعية، لأن الشارع وضع لها شروطا. فالأصل في الذبائح التحريم إلا ما ذكي على الطريقة الشرعية. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هناك من يذبح الدجاج ذكاة شرعية، ولكنه يرميه في قدر يغلي لسلخ الجلد دون أن يغسل ما أصاب ريشه من الدم المسفوح الخارج منه فيختلط به. لا بأس بذلك، ما في مانع، لأن الماء يغسله، الماء الذي يغلي يغسل الدم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما حكم أكل الصقنقور؟ يقول: ما حكم أكل الصقنقور؟ يقول: لأنه يوصف علاجا لكثير من آلام الظهر. والله ما أدري عنه، ما أعرف فيه شيء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: يوجد في بعض المناطق بالمملكة فروق بين الحمير وشكلها مثل الأهلية ولكنها متوحشة، فهل هذه داخلة في الحمر الوحشية؟ إيش؟ يقول: أحسن الله إليكم، يوجد في بعض المناطق فروق بين الحمير وبعضها شكلها مثل الأهلية ولكنها متوحشة. فروق إيش؟ بين الحمير. أي حمير؟ حمير الوحش ولا الحمير الإنسية؟ ها؟ أطلق هكذا. حمر الأهلية حرام بجميع أنواع، ما بينها فروق. الحمر الوحشية ما بينها فروق، كلها حلال. حمر الوحشية كلها حلال، حمر الأهلية كلها حرام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: إذا كانت آنية الكفار التي يطبخون فيها النجاسة نظيفة فهل نغسلها؟ وهل الأمر تعبدي؟ نظيفة وهي يطبخون بها، يطبخون بها الخنزير، تقول نظيفة؟ ما هي بنظيفة، فيها آثار الخنزير. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: موضع عضة الكلب للصيد هل تقطع؟ يتسامح فيها يا أخي، يتسامح فيها لعاب كلب الصيد، يتسامح فيه ولا يغسل. ما ورد أنهم كانوا يغسلون عضة كلب الصيد، هذا من التشدد الذي ما أمر الله به. الله جل وعلا يقول: كلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يقل واغسلوا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان: من وقع في الشبهات وقع في الحرام، هل يدل على أن كل من وقع في الشبهات فإنه سيقع في الحرام؟
أم أنه أكثر من يقع في الشبهات يؤول به الأمر إلى الوقوع في الحرام؟ ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من وقع في الشبهات وقع في الحرام، نحن نقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقول كل مسلم يتجنب الشبهات. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: جاء حديث أسماء في الصحيحين بلفظ نحرنا وفي لفظ لهما ذبحنا، فهل يقال إنه يجوز النحر ويجوز الذبح في الخيل؟ حتى الإبل يجوز فيها الذبح ويجوز فيها النحر، لكن الأولى النحر، الأولى فيها. ولهذا قالوا لو ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح جاز أكله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الراوي فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئ القدور دليل على تحريم لحوم الحمر الأهلية حتى وإن كان لحاجة، لأنهم أصابتهم مجاعة يوم خيبر، وما هذه حاجة ما هي بضرورة، لا يباح المحرم إلا عند الضرورة، إلا ما اضطررتم إليه، وهذه ما هي بضرورة، هذه حاجة، الحاجة لا تبيح المحظور، المكروه يباح عند الحاجة، أما المحرم لا، ما يباح إلا عند الضرورة. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الحمر الوحشية هي الحمر المخططة بالأبيض والأسود؟ منها المخطط، ما بلازم أنها تصير مخطط، لكن منها ذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا صاد الحمر الوحشية هي التي لا تعيش إلا في البر، هذه الوحشية. نعم. يقول: إذا صاد الصقر بعد أن أطلقته وذكرت اسم الله عليه وأكل من الصيد، فهل يجوز أكله؟ لا، إذا أكل فلا تأكل، هذا بنص الحديث، فإن أكل فلا تأكل، فإنه إنما صاد لنفسه. نعم. الله جل وعلا يقول: مما أمسكنا عليكم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو القول الصحيح في أكل لحم الثعلب والضبعة؟ أما الضبعة ففيها دليل على أنها حلال وأنها صيد، وأما الثعلب فمحل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء، والأشبه والله أعلم أنه من الحرام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم أكل البرمائي وما حكم أكل الضفدع؟ الضفدع منهي عنه، والقاعدة أن كل ما أمر النبي بقتله لا يحل، وكل ما نهى عن قتله لا يحل، هذه قاعدة. نهى عن أكل الضفدع، عن قتل الضفدع والهدهد والصرد، هذه لا يحل أكلها لأن الرسول نهى عن قتلها، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فإنه يحرم أيضا. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الغراب والحدأة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم أكل لحم الوبر وكذلك الوبر؟ نعم، بإسكان الباء. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم أكل لحم الوبر وكذلك النيص؟ أما الوبر فهو حلال، لأنه يعني دويبة تأكل من الأعشاب ومن، فهو حلال، وأما النيص وهو كبير القنافذ هذا حرام، يعني جاء في حديث لأنه يعني من الخبائث. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يفهم من حديث أبي ثعلبة أنه يجوز الإقامة والعيش في بلاد أهل الكتاب؟ هل يفهم من حديث أبي ثعلبة أنه يجوز الإقامة والعيش في بلاد أهل الكتاب؟ أهل الكتاب هذول ذميين بعد ما دخلوا تحت ولاية المسلمين، هذا والله أعلم، لأنهم صاروا ذميين وعطوا العهد للرسول صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا في الجوف في دومة الجندل أعطوا العهد للرسول صلى الله عليه وسلم ودفعوا له الجزية، فهم ذميون. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل إذا ورد في الشرع لفظ أحل أنه يدل على أن الحكم قبل الإباحة التحريم؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل إذا ورد في الشرع لفظ أحل أنه يدل على أن الحكم قبل الإباحة التحريم؟ لا،
أحل متى أحل؟ ما بين متى، ما قال أحل لكم الآن، أحل قد يكون من أول ما خلق الله الدنيا. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: مع ظهور الأسهم ظهر أناس يحللون وآخرون يحرمون، وأصبح الناس لا يدرون من يتبعون، وقد يدخل بعض الناس في شركات ربوية بحجة من حللها، فما هو موقف المسلم في هذه الأحوال؟ موقف المسلم يتجنبها اتقاء الشبهات، قد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يلزم في الصيد في الطيور ونحوها أن يراق الدم؟ فلو صاد طيرا ولم يخرج منه دم ثم مات، فهل يجوز لي أكله أم لا بد من أن يذكيه ويخرج منه الدم؟ اشتراطكم خروج الدم هذا من ما أدري منين جبته. الله جل وعلا قل: فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يقل وخرج منه دم. لا تزيدون تجيبون شيء من عندكم. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إنني أخاف أن ألمس الضب، فكيف بأكله؟ فهل هذا من الخوف المذموم؟ والله بهواك، يعني تدرب عليه وتمسكه إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم في الأكل بالملعقة؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، خصوصا إذا كنت تحتاج إليها، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يشترط في الآلة التي يصاد بها أن تكون حادة؟ وهل يجوز قتل الصيد بحجر كبير تقتله؟ يبيأتي إن شاء الله باب الذكاء يبيأتي فيه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل كل ما يباح أكله يكون بوله وروثه طاهر؟ هذه قاعدة، أنه ما حل أكله فبوله وروثه ومنيه طاهر، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يذهبوا لما أصابتهم الحمى أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، كونه أمرهم أن يشربوا من أبوالها دليل على أنها طاهرة، يلحقوا بها كل ما أبيح أكله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شروط المعلم الثلاثة هل لا بد أن تنطبق على الصقور؟ تنطبق على الصقور، وراك تقول أن تنطبق، ها؟ تنطبق. أحسن الله إليك. ها؟ هل لا بد أن تنطبق على الصقور؟ تنطبق بالفتح، لأن أن تنصب ما بعده. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. الصقور ما تقبل التعليم، هذا في الكلاب، أما الصقور ما تقبل التعليم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نذهب أحيانا إلى الهند، فهل يجوز لنا أكل اللحم الذي يقدم لنا في الفنادق؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: نذهب أحيانا إلى الهند، فهل يجوز لنا أكل اللحم الذي يقدم لنا في الفنادق؟ ما علمتم أنه من ذبح المسلمين أو من ذبح أهل الكتاب، وأنه على الطريقة الشرعية فكلوا، أما ما لم تعلموا فهذا مشتبه، اتركوه، خذوا من ما الذي لا يحتاج إلى ذكاء كالسمك مثلا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا هربت الشاة ونحوها هل يجوز صيد؟ إذا هربت الشاة ونحوها فهل يجوز صيدها؟ الشاة ما تهرب هربا يعجز الناس، لكن البعير هو اللي يهرب ويعجزون عن إمساكه، فيطلق عليه الرصاص، وإذا جرح بأي مكان فإن هذا ذكاة. قال صلى الله عليه وسلم: ما ند منها أصنعوا به هكذا، يعني رميه بالسهم. أما الغنم ما تعجزهم إنهم يمسكونه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا أمسك بالصيد بعد إصابته وهو لا يزال حيا فهل يذكى؟ وإذا ترك حتى مات بسبب إصابته فهل يحل أكله؟ إن كانت حياته مستقرة بحيث لو ترك يعيش إنه لا بد من ذكاته، أما إذا كانت إصابته قاتلة ويتحرك حركة المذبوح ألا يشترط تذكيته. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الدجاج المستورد يكتب عليه مذبوح على الشريعة الإسلامية،
فهل هذا يكفي بحله أم يعتبر من الشبهات؟ كتابة هذه على الغلاف، والغلاف مطبوع عليه من قديم، مطبوع على الغلاف من قديم بالمطبعة، ما هو ما يدل على أن هالحيوان اللي فيه أنه مذكى على الطريقة الإسلامية، فلا تكفي الكتابة هذه، لابد من التأكد عن طريقة الذبح. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل لعاب كلب الصيد نجس ويجب فيه غسل الثياب 7 مرات وأولهن بالتراب؟ هو كلب وريقه ريق الكلب، لكن يتسامح في وجوده على الصيد، يتسامح فيه دفعا للحرج، يتسامح فيه دفعا للحرج، أما في غير الصيد فهو كسائر الكلاب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا نسي التسمية عند إرسال الجارح فهل يجوز أكل الصيد؟ المذهب لا، ما يجوز، إلا من ترك التسمية عمدا أو سهوا في الصيد لا تحل، لكن الصحيح أنه يجوز. قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولأن المسلم ما ترك التسمية تعمدا، هي في باله وبنيته لكن نسيها، فلا يؤثر هذا لأنها في قلبه وفي نيته عند المسلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: المتمتع الذي لا يقدر على الهدي متى يبدأ بالصيام؟ يبدأ بالصيام في أيام الحج، سواء قبل يوم عرفة أو بعد يوم العيد 11 و12 و13، أيام التشريق، وإن صامها قبل يوم عرفة هذا أحسن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. أو هو الواجب، إنما تصام أيام التشريق عند الضرورة، إذا فات الوقت ولم يتمكن من الفدية فإنه يصوم أيام التشريق من باب الرخصة له، لم يرخص في أيام التشريق أن يصامنا إلا عن دم متعة أو قران، فهو من باب الرخصة. نعم. ما هو بالخيار يقول بصوم يما قبل عرفة ولا أيام، ما هو بالخيار. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أريد الحج أنا ومجموعة من أهلي، وحجزنا مع أحد الحملات، يقول: بعد التأكد منهم تبين من أن موقعهم في بداية مزدلفة من جهة منى، علما بأن الخيام مستأجرة من المطوفين، والخيام متصلة مع الخيام التي في منى، فهل يجوز الإباتة فيها أيام التشريق؟ لا، لابد من المبيت في منى. تبقون فيها في النهار ما يخالف في النهار، وبالليل تدخلون منى تمشون وتبيتون فيها، ترجعون لخيامكم بالنهار ما يخالف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا وصل الحاج إلى مكة فجر يوم التروية فهل الأفضل له التمتع أم القران؟ لأن الوقت أصبح ضيق فلا ينتهي من العمرة إلا صباح اليوم الثامن، حيث أن أكثر الحملات تتأخر في السفر فلا يصل الحاج إلا آخر الليل من ليلة يوم التروية. ما يخالف، ولو أدى العمرة أول يوم عرفة، لو أدى العمرة، حتى لو أدى العمرة بعد العصر أو بعد المغرب وجاء العرفة قبل طلوع الفجر يكون متمتعا، إذا لم يتمكن من الوقوف بالنهار يقف بالليل إلى وقت طلوع الفجر. فلو اعتمر في يوم عرفة ثم جاء إلى عرفة بعد غروب الشمس وبقي فيها شيئا من الليل يكفي هذا، يجزي. نعم، ما هو الوقت ضيق. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من أراد أن يحج متمتعا ولكنه لم ينتهي من أعمال العمرة إلا في بداية اليوم الثامن، فهل يحل إحرامه ثم يحرم للحج في نفس الوقت أم كيف يعمل؟ إحلال الإحرام بمعنى فسخ النية لا بد منها، أما تغيير اللباس ولبسه هذا ما هو بلازم، ما هو بلازم، لكن ينوي التحلل والخروج من العمرة، ولو كانت عليه ملابس الإحرام واستمرت ونوى الحج وهي عليه لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز الإحرام للحج من منى؟ لمن كان ساكنا فيه لا بأس، أما من كان ساكن في مكة أو في جدة هو يحرم من المكان الذي يتحرك منه، أو في الشرائع
من المكان الذي يتحرك منه للحج. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يقصر ويجمع الحاج الصلوات في أيام التشريق في ميناء؟ يقصر نعم، وأما الجمع فلا داعي له. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجمع في ميناء، يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تمشط شعرها بعد دخول العشر إذا أرادت أن تضحي؟ المشط والغسل لا بأس به، لكن ترفق ما يسقط من الشعر، إذا سقط بغير اختيارها فلا شيء فيه، لا مانع أن تغسل رأسها وأن تمشط بالمشط مع الترفق لئلا يسقط منه شعر. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نحن في بلد السويد وهو بلد نصراني، فهل يجوز لنا أن نأكل في المطعم ونأكل اللحوم ونسمي الله عليها بدون السؤال؟ تسمية الله عليها ما تكفي عن الذبيح، التسمية على الذبيحة عند الذبح، أما التسمية عند الطعام هذه تسمية على الطعام ما هي على الزكاة، فلا يكفي هذا. فإذا علمتم أن هذه الذبائح أنها مذبوحة على الطريقة الشرعية ولو هي من ذبائح النصارى تأكلون منها، أما إذا أشكل عليكم واشتبه عليكم تجنبوها. يعني ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تعلموا أنها على غير الطريقة الشرعية فلا تحل، الطريقة الثانية أو الحالة الثانية أن تعلموا أنها ذكيت على الطريقة الشرعية فكلوا منها، الحالة الثالثة أن لا تدروا لا هذا ولا هذا، هذه مشتبه تتجنبونها. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم مقاطعة منتوجات الكفار خاصة لمن كانت لهم عداوة واضحة على الإسلام والمسلمين؟ هذه من صلاحيات ولي الأمر، إذا أمر بمقاطعة دولة فإننا نقاطعها، لأن هذا ينكي الدولة المقاطعة، أما الأفراد هم يفرحون إذا قاطعتهم ما لا تضرهم، أنت قاطعهم والناس يأخذون منهم، ما تسوي شيء أنت وحدك، فلا بد أن يكون هذا بأمر ولي الأمر، وأن الدولة كلها تقاطع هذه الدولة الكافرة حتى يكون لذلك تأثير عليها. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل زيارة قبر الوالدين بعد موتهما من البر بهما؟ الدعاء لهما من البر بهما بالزيارة وفي غيرها، السلام عليهما والدعاء لهما ما لا شك أنه من البر بهما والإحسان إليهما. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.